أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم معنا الأخ ديفيد رجل الكهف، وراح نكمل حوارنا، حوار مفتوح مع الأخ ديفيد. أخي ديفيد، أهلا وسهلا فيك بالبداية. يعني بصراحة بدنا نحكي بس يعني سرعة عن الإرهاب الإسلامي اللي صار من أول امبارحة في نيس، يعني من كم يوم، فيا ريت تعطينا وجهة نظرك بهالموضوع هذا. مساء الخير جان، تحياتي إليك ولكل الأصدقاء. اللي صار بنيس ما بيختلف عن اللي صار بالكرادة، وسألتني عنه الأسبوع الماضي وعن اللي صار قبله 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 واللي حيصير لسه لبعدين. موضوع يدمي القلب فعلا، واللي بيحزنني أكثر فكرة كثير منتشرة بين الناس، وعلى فكرة منيح اللي حكينا فيها هلأ، كنت عم فكر أكتب عنها بوست اليوم. موضوع التشفي لا منطقي، يعني بمعنى بتلاقي الناس انه اخي أخي في ديفيد، ناس أخي ديفيد، بس بعد إذنك آسف للمقاطعة، إذا بس بتقرب الكرسي تبعك لأنه الصوت يكون أوضح وكتير أعلى، وإذا قربت الكرسي عند الموبايل يعني الصوت كتير ضعيف هيك، ما عم نسمعه من بس كنا عم نحكي فيه. اوكي طيب هيك افضل؟ اذا يعني بس عطيت قرب قد ما بتقدر، قرب، تفضل. يعني هيك حاطلع بالكاميرات لا عند الناس هيك هيك في رائع، وقت هيك رائع. الدنيا دي. في موضوع، موضوع الارهاب هذا اللي عم يصير، يعني شيء يدمي القلب، سواء حصل بفرنسا أم بالعراق أم بسوريا أم بالصومال أم بأي بقعة من بقاع العالم، شيء يدمي القلب جدا. جهل رهيب، تحريض فظيع، سياسة العصور الوسطى لساتها قائمة لليوم بطريقة التفكير ومنهجية العوام من الناس بهي الاستثارات الفارغة بلا معنى. هلا انا ما بعرف بصراحه، ما كثير تابعت التحليلات بعد قصه نيس بالذات، يعني وانا على حسب اللي سمعته انه يعني ما سمعت انه في ارتباط ما بين هذا الشخص واي جهه رسميه دينيه، فما بدي يعني استبق التحليلات واحكي من عندي. لكن انا اللي زعجني جدا بحادثه نيس نقطة جوهرية زعجتني من المتلقي العرب، من الجمهور العربي، اللي بيجي بيقول لك أخي أنت اليوم زعلان على الفرنسيين اللي ماتوا؟ طيب ما الفرنسيين هن سادة الاستعمار، الفرنسيين قتلوا 1,000,000 شهيد بالجزائر، الفرنسيين استعمروا كذا وكذا، الفرنسيين هم ممولون ما بعرف للاتحاد الصهيونية العالمية وإلى آخره. يا جماعة في فرق أساسي ما بين القيادة السياسية، القيادة العسكرية بأي بلد، وما بين العوام من الناس. فكرة قتل عوام من الناس بأسلوب القصاص اللي هلأ هو متبع، يعني هيدي فكرة كتير بدائية وفكرة عفى عليها الزمن وغير مقبولة على أي نطاق أخلاقي على الإطلاق. يعني إذا شخص من دولة معينة أو من جنسية معينة، ديانة معينة، عرقية معينة، إثنية، إلخ إلخ، قتل أشخاص من مجموعة أخرى، فبيجوا هدول الأشخاص بدهم يقتلوا أشخاص من المجموعة الأخرى بالنمط الآية القرآنية. شو بتقول كانت الآية؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وإلى آخره. هذا النمط اللي مو بس موجود بالإسلام، موجود بكل العادات والقبائل البدائية القديمة والحضارات القديمة، يعني هذا نمط غير مقبول أخلاقيا على أي نطاق. إذا أنت عندك مشكلة معينة مع الحكومة الفرنسية، مع الجيش الفرنسي بأنه هو يرتكب إرهاب، إذا بدك تسميه فرنسي، روسي، أمريكي، أي شيء، أي جنسية، ما بيحق لك تروح بأي شكل من الأشكال تنتقم من مدنيين عزال ماشيين بالشارع لعدة أسباب. أنت هذا المدني ما خصه أساسا لا من قريب ولا من بعيد باللي ارتكبته القيادة العسكرية ببلده فيك،
لأن الغالبية الساحقة من المدنيين حتى الأوروبيين والأمريكان والروس والصينيين واليابانيين هن أشخاص مدنيين مثل المدنيين العرب اللي أنتم بتعرفوهم، جارك وجاري وأنا وأنت، ناس هم تأكل وتشرب ولادة ومدارس ولادة وما بعرف، وهي الأمور الحياتية اليومية اللي كلياتنا علقانين فيها. هذا هو الشعب العامي، هذا هيك هدفه، هي حياته، هذا مشاغله. فهو ما خصه بموضوع انه والله بلده تخوض حرب ما بعرف بعيدة عنا بعشرات آلاف الكيلومترات، ما فيك تجي تعاقبه لهذا اللي هو ما خصه بالموضوع. طيب لنفرض جدلا هذا المدني ما عنده مشكلة مع الشيء اللي عم تعمله بلده، طيب وهذا الشيء يؤدي إلى إرهاب تماما، مثل مثلا أمريكا اعتداء على العراق أو احتلالها للعراق. طيب المدني بيرجع بيضل مدني، هو إنسان عامي، هذا الشخص يؤثر فيه الإعلام. يعني الشخص الأمريكي وقت اللي جورج بوش عمل حملته على العراق، جورج هو ما بيعرف العراق ولا خصه بالعراق ولا بيعرف أي شيء عن صدام حسين ولا سمعان فيه بحياته أساسا ولا درسه بالمدرسة حتى، اجته الإعلام اللي عم يتفرج عليه كل يوم غزة بأنه لحنا لازم نروح نقاتل العراق. فحتى لو جدلا هذا الشخص وافق او ما كان عنده مشكله بانه بلده ترتكب حروب او تروح تغزو ببلاد اخرى، هذا بيضل عامي، بيضل شخص مضحوك عليه من قبل قياده سياسيه عليا، مثل ما انت وانا كعوام مضحوك علينا من قبل القيادات السياسيه والدينيه ببلادنا. ما فيك تجي تحاكمه كشخص فعلا هو اذنب بحقك، هو ما اذنب بحقك، هو ما حمل سلاح ضدك، هو ما عمل اي شيء. الفرنسي اليوم ما خصه ابدا بالفرنسي اللي كان بالجزائر ما بعرف قبل كم سنة وقتل مليون شخص بالجزائر، هذا ما خصه لك، ما في فرنسي عايش اليوم كان بالجزائر بالسابق أثناء احتلال فرنسا للجزائر أو لسوريا أو للبنان أو لأي منطقة، تعاقبه على ما فعله أجداده. هي السياسة البدائية الغوغائية بأنه حرب البسوس وحرب داحس والغبراء وأنه أنت بتقتل مني والقبيلة هي بتضل تنتقم من الثانية، وهي النمطية بالتفكير، هدول قتلونا وهدول، يعني مثل اليوم مثلا لليوم بتلاقي بيحكوا لك على مجزرة تركيا ضد الأرمن. طيب يا أخي اليوم ما فيك تجي تعاقب ولا تركي اليوم بأنه هو عامل مجزرة ضد أي أرمني، يا أخي القصة عمرها أكثر من 100 سنة، صار 102 أو 103 سنين، يعني ما له منطقي هذا النمط من التجييش السياسي والديني اللي بيتبعوه العالم اللي بيسميهم انا ثالوث القمع، لازم تطلعوا منه. ما يجي يقول لك والله اخي الاتراك قتلوا الارمن، فانا اليوم كارمني مثلا او كعربي او واتس سو ايفر لازم احقد على الاتراك لانه هو عم، طيب هذا ما خصه يا اخي، هذا تركي عم يعايش، عم يبيع بطاطا، عم يدرس بمدرسه، عم يشتغل موظف حكومي، ما خصه باي شيء له علاقه بالارمن. لحتى تجي انت اليوم انا بقرا تعليق عم يتشفوا باللي صار بتركيا انه خرجوا لانه هدول قتلوا الارمن وهدول احتلوا البلاد العربيه 400 سنه. طيب يا هذا ما خصه، هذا مواطن بسيط، هذا انسان بسيط، همومه ابنه وبنته ومدرسه اولاده وكيف يجمع ايجار بيته وكيف يشتري كذا والى اخره. الحياه النمطيه اللي كلياتنا عايشينها تنطبق على كل الناس بجميع اصقاع المعموره. هذا النمط من التفكير بتمنى منكم يا جماعة تبطلوا له، أنه نمط بدائي، نمط عيب علينا كبشر نشعر بأخوتنا البشرية اللي أنا وغيري بندعي لها، أنه إحنا بشر كأخوة نكون لساتنا عم نفكر بهي الطريقة، أنه عيلة فلان قتلت من عيلة فلان فهاي العائلة بتروح بتقتل ناس ما خصهم من هذيك العائلة. طيب أنت شو عرفك أنه هذا كان موافق؟ وإذا كان موافق أنت شو عرفك شو المعلومات اللي إجت عليه؟ أنا حطيت مثال لأحد الأشخاص على صفحتي، قلت له أنا شخصياً اجتمعت من سنة تقريباً بشخص أمريكي وكنا سهرانين، فبمعرض كلامي معه سألته عندك فكرة عن اللي عم يصير بالشرق الأوسط عموماً؟ تعرف شو قال لي؟ قال لي أنا بسمع في حروب هنيك ومشاكل بس أنا ما بعرف أي شيء. قال لي بعرف في قصص عم تصير بس ما تابعت ولا بعرف اي خبر، وحتى كان عم يعتذر قال لي انا اسف بس بتمنى تفهم موقفي، فكرني حاتضايق منه، قال لي انا اسف اذا بقول لك انه انا بسمع في حروب هنيك بس ما عندي اي فكره، انا بشتغل بشركه دلتا للطيران وانا بتابع مباريات الهوكي ومباريات السوكر والى اخره، ما خصني اي شيء بالسياسه وكذا. طيب يعني هذا بتجي بتفجره لانه او بتقتله لانه والله جورج بوش راح فات على العراق مثلا، يعني باي منطق هذا الكلام بيصير معكم؟ انا ما عم بفهم جان.
موضوع كثير بيزعجني، مو بيزعجني لنقطة انه انا بخاف او انا قيمة الشخص الفرنسي اللي انقتل بنيس، وبالمناسبة كثيرين من اللي انقتلوا بنيس من السياح كانوا عم يحضروا بالحديقة الالعاب النارية وكذا، يعني جماعة ما خصوا الناس عم تشرب بيرة اخذة اولادها تتفرج على الالعاب النارية واشياء بسيطة. انت اذا عندك مشكلة روح قاتل قيادة عسكرية، ما تقاتل اشخاص بالحديقة عم يشربوا بيرة ويتفرجوا على الالعاب النارية. بأي منطق هذا الكلام؟ لا لسه في منطق ألز أحد الأشخاص أو بنت، هي يمكن كتبت لي تعليق إنه هن، شوف على التعليق، إنه هن قتلونا بسنة ال 2006 بحرب تموز ال 2006. أنا صفنت، إنه مين قتلك بحرب تموز ال 2006؟ هي من بيروت لبنانية. اللي قتلك بحرب 2006 القيادة العسكرية بإسرائيل مقر تل أبيب. انت جاية عم تتشفي باشخاص ماتوا بنيس بسنة 2016 قاعدين بالحديقة وتقولي لي قتلونا؟ هذا الربط كيف عم يزبط مع العالم؟ هذا الربط من تجيش نحن وهم، نحن العرب هم الغرب، نحن المسلمين هم المسيحيون، نحن السنة هم الشيعة، نحن البروتستانت هم الكاثوليك، وهكذا. هذا النمط من التجيش البدائي القبلي القديم لازم ترتقوا عنه كبشر، لازم ترتقوا عنه كبشر. ملاحظة أخيرة، يعني بمعرض اللي صار بنيس بفرنسا، وهي مدينة جميلة جدا أنا زايرها قبل هلا، اللي صار هنيك إنه المشكلة بمصيبة الأشخاص اللي صارت بفرنسا، يعني شو فرق مصيبتهم عن الأشخاص بالعراق بمجزرة الكرادة، مجزرة الشنيعة طبعا. الفرق هون انه الاشخاص بفرنسا هم اشخاص لا ناقة لهم ولا جمل بما يحصل من ارهاب اسلامي، هذا فكر كتير بعيد عنهم. هن لا يشكلوا حاضنة شعبية بالاساس كالحاضنة الشعبية بسوريا والعراق مثلا اللي مهدت لوجود داعش، او بافغانستان اللي مهدت لطالبان وثم القاعدة. هدول جماعة ما خصهم لا من قريب ولا من بعيد، تماما مثل ما إذا أنت اليوم بيجيك أنت ناس لنفرض في انتحاريين هندوس وجايين لعندك على سوريا عم يعملوا تفجير، أو بمصر بالقاهرة عم يعملوا تفجير أو دعس أو كذا، أنت ما خصك فيهم ولا بمعتقداتهم ولا فيك تفهمهم، وفي فارق ثقافي كتير بعيد بينك وبينهم. فمصيبتهم مصيبتين، إنه أولا هو مو فهمان ليش هيك صار، ولا هذا شو عم يفكر، ولا شو بده، ولا كذا. ومن شان هيك برجع بقول نفس الجملة اللي دائما بقولها وسبق وقلتها معك قبل هالمرة، بذكر أنا بأحدى لقاءاتنا جان، اتوقع بكل أسف أنه الشيء اللي عم يصير بأوروبا اليوم ينعكس سلبا على جميع العرب والمسلمين، مو بس يلي بأوروبا، حتى بالبلاد العربية والإسلامية. اتوقعوا أكثر يصير في نوع من ردة الفعل الشعبية والسياسية بهي الدول، إن هي تحاول تعمل عزل لهي الدول اللي هي دول العالم الثالث، ولحنا صدقوني كدول ما لحنا ما فينا نعيش لوحدنا من دون، يعني لحنا من دون أوروبا أو من دون اتصالنا الحضاري بأوروبا، لحنا عبارة عن شوية قبائل عايفين حالنا. وشوفوا أنتم ببساطة أي بلد عم يصير عليها حصار اقتصادي كيف عم تعوف حالة من، لأنه هي ما عم تحسن تتواصل مع دول متقدمة مثل هاي الدول. فبكل أسف هذا الشيء اللي عم يصير رح ينعكس كتير سلبا، وأنا برأيي لازم كل الناس الموجودين بالدول العربية، كل المسلمين لازم يحاولوا يوقفوا ويعملوا أي صوت إقبال هذا الشيء اللي عم يصير، مو يعملوا شماتة وتشفي. على الأقل لتورجوا وجهة، لتورجوا يعني حسن نية أو وجه جميل الأوروبي ما عم يشوفه. اليوم الأوروبي إذا بيشوفك أنت كشخص غير أوروبي رح يخاف منك فورا، لأنه أنت يمكن تدعسه أو تضربه سكين أو ما بعرف شو تعمل له أو تفجر حالك فيه، وحقه وحقه. لازم اليوم مثل ما من زمان عملوا الشعوب العربية ثورات ومظاهرات وكسروا الدنيا كرمال كم كاريكاتور وكم شغلة ارتسمت بالدنمارك، لازم اليوم بهي الحوادث تطلعوا تعملوا مظاهرات كرمال انتو تحسنوا تورجوا صورة إيجابية إلى حد ما تبعتوها كرسالة للشعوب الأخرى أو كعزاء لهم. تفضل جان. أنا للأسف الشديد ديفيد، أنا ما أظن إنه يطلعوا مظاهرات، لأنه
ضد فكرا اصلا المظاهرات، يعني هن لا ينتفضوا الا للوهم للاسف الشديد. لذلك نحن في مؤخره الامم. على كل يا اصدقائي، انا راح افتح سكايب شي ربع ساعه او نص ساعه من الان، وبتمنى منكم تطرحوا اسئلتكم كالمعتاد من خلال السكايب او من خلال اليوتيوب تحت الفيديو، وراح نحاول نجاوب على قدر ما بنقدر من الاسئله، واذا في اسئله ممكن نسوي حلقات اخرى مع الاخ ديفيد. طب خلينا نبدا بالسؤال الاول. في الاخ هشام عم بيقول: لا يوجد مصري لا يقدس مصر، انت ام الدنيا، انت ام الدنيا. لم اسمع سويدي واحد يقول يا سويد انت ام الدنيا، يعني بمعنى انه المصريين مثلا يقدسون مصر وهي ام الدنيا ويفتخروا كلاتنا هيك يعني. فعم بيقول ما سمعت سويدي عم بيقول يقول يا سويد، ترى الفرق بين السويد ومصر القوميات خرافات. في نفس الفكرة عم بيقول أنا مغربي أنا سوري أنا مصري، هم خرافات مثل الدين، أنا إنسان أقدم المساعدة قدر المستطاع في أي موقع تواجدت به. ما تفعله أخي جان رائع، لكن حاول أن تفصل عنها القومية. بصراحة يعني أنا الأخ هشام، أنا دائما أعتز بإنسانيتي ولا أهتم أبدا للقومية بصراحة، يعني هي تكون واضحين يعني، ولكن القومية هي مثل ما بقولوا شيء موجود، يعني شئنا من أبينا شيء موجود. يعني أنا كردي والواقع بيحتم علينا، أقول أنا كردي يعني، ما الناس بتفكر إنه أنا أستحي إنه أقول أنا كردي، ولكن أنا أقول أنا كردي لأن قوميتي كردي ولغتي تربيت عليها كردية وأهلي أكراد، فما بقدر أنكر شيء يعني. ولكن إنسانيتي بكل تأكيد أهم من كل الأفكار القوميات، وأنا بعتبر القوميات شيء عنصري يعني بصراحة في الإنسانية، يعني كلتنا بشر بالنهاية. أخي ديفيد شو رأيك بالحكي هذا، الطرح اللي طرحه أخي هشام؟ تفضل. بس ملاحظة جان، أنا مالي شايف صورتك عندي، فما بعرف إذا في مشكلة بالبث أو بس مشكلة بإنه أنا مالي شايف صورتك لا عندي. يعني أظن ما في مشكلة بالبث، وبا والصورة تمام يعني، فخذ راحتك. على كل حال مرات الإنترنت هو يعني إيه أوكي غريبة. وات إيفر وات إيفر. جان، أنا من الأشخاص، شوف هلا أنا برأيي موضوع القوميات والعرقيات هو موضوع بدائي جدا وبدأ مع تأسس المدن. ما كثير بدي استفيض بالنقطة لأني دائما بحكي فيها وبكررها. فموضوع العرقيات والقوميات هي دائما موضوع تحاول فيه القيادات السياسية الدينية الاقتصادية اللي هي ثالوث القمع بأي بلد بأي منطقة أن تقمع في شعبها، وبالتالي لحتى أنت تقمع شعبك لازم تخترع له عدو آخر أو عدو موجود. هذا العدو على الأغلب هو الآخر. أولا أنت بترفع من قيمة شعبك، جميع الديانات عبر التاريخ، جميع المعتقدات عبر التاريخ، جميع الثقافات عبر التاريخ، عبر سطح الكرة الأرضية كله، دائما ما كانت مدينتنا مدينة مقدسة ونحن شعب مقدس، الجميع بلا استثناء. هلا هذه الفكرة دائما كانت موجودة، التخويف من الآخر، رفع قيمتنا الذاتية كأشخاص. لو كنا قبيلة صغيرة من 20 شخص، يعني ما بنسوى أي شيء بالحياة، عايشين بغابة نفس الكلام، وبنفكر الكون كله مسخر لنا. هي الفكرة البدائية. أنا برأيي مع انتشار عصر العولمة لازم كل ما لليوم عم تخف وتخف، وهي عم تخف تقنيا. يعني يوم اللي احنا عم نعرف انه الأشخاص اللي بالصين ما لهم مختلفين عنا، الأشخاص اللي بأمريكا ما لهم مختلف عني، وهكذا بجميع الثقافات، والأفريقي ما لهم مختلف عني وعنك وعن الكل. فلحنا بنكتشف إنه لحنا بالنتيجة كلياتنا عبارة عن إخوة عايشين داخل مكان تم تقسيمه سياسيا. وأنا دائما بضحك بنقطة القوميات أو الحدود السياسية بالذات الجنسيات، انه هي موضوع كثير مضحك برايي، لانه هو موضوع غير حقيقي اساسا. يعني هو موضوع عباره عن رسم، يعني لحتى اقول لك انا سوري، فانا يعني انا ولدت في منطقه حددها اتفاق سايكس وبيكو على انها اسمها سوريا،
طيب الموجود بالعراق جنبي كمان نفس الشيء هذاك لحاله، طيب انا تقنيا ما في فرق بيني وبينه، يعني لو كان تم رسم الخريطه بغير شكل انا والعراقي يمكن نكون بدوله واحده ولتكن وات ايفر اسمها، او كسوري ولبناني وسوري وعراقي وهكذا. فالموضوع مضحك. هلا في كلمه لجورج كارلين الرائع بيقول لك انه ما في مشكله تكون هابي او سعيد بانك انت امريكي عراقي عربي سوري وات ايفر، لكن فكره انك تكون براود، هي الفكره الامريكيه براود تو بي امريكان هو كان عم ينقضها. ففكره براود تو بي، انت ما فيك تكون براود او فخور بشيء الا لحتى تكون انت عامل هذا الشيء، لكن انك انت تكون فخور بانك ولدت بالمصادفه بعائله كرديه، يعني واو، يعني شو عملت انت لتكون فخور بهذا الموضوع؟ ان تكون سعيد بهذا الشيء فحقك الطبيعي تكون سعيد باي شيء، ما حدا بيحسن يمنعك. لكن الشيء الاهم انه نحن كلياتنا نعرف حالنا انه نحن ما في ميزه عني تميزني عن الاخر، بلدي ليست البلد المفضل عن الاخر، مع احترامي لجميع اصدقائنا واخواتنا المصريين والبلد اللي انا عشت فيها فتره معينه. وقت انا بدي اقول مصر ام الدنيا، اتمنى ما يكون قصدك انه نحن ساده هذا العالم ونحن اصل هذا الحضارات كلياتها. كن سعيد بانك مصري، اوكي ما حدا بيحسن يمنعك، وبالعكس جيد جدا تكون سعيد باي شيء بالحياه، لكن فكره هذا النوع من التعالي او شعب الله المختار او خير امه اخرجت للناس او او او، هي اللي حتلاقيها بكل الحضارات. لك لا تخلو قريه اساسا من هي الفكره، انا كدمشقي انا احسن منك كحلبي يا جان، وانت كحلبي احسن من الديري، والديري احسن من اللادقاني، وهي المسخرات هي الخزعبلات، وانه انا ابن مدينه احسن من ابن الريف، وابن الريف احسن من ابن الريف الثاني. هذا الموضوع اللي احنا ما فينا نرتقي كبشر، ما فينا نمسك ايدينا بايدين بعض ونحقق أخوة حقيقية وحياة جميلة إلا وقت بنرتقي عن هي الأفكار البدائية اللي هي كانت مسيطرة عبر تاريخنا الحضاري كلياته لهلأ لليوم الجديد. وأنا بقدر كرمال هيك إنه هي ما لها بالمهمة السهلة إنه واحد يتنازل عن هي الأفكار، فبدها شوية وقت، لكن أتمنى إنه الناس تحاول تفكر بالموضوع بعقلانية أكثر لحتى نسرع مواتيرة تقدمنا الحضاري كبشر كإخوة على هي الكرة الأرضية. بكل تأكيد، بكل تأكيد ديفيد، يعني مسألة القومية هي يعني شكل من أشكال التخلف والعنصرية، أنا برأيي يعني لا أكثر ولا أقل، يعني هو نمط قديم لما كان الإنسان مثل ما قال أخونا ديفيد، حتى كالتولات هي أنا وابن عمي على البطيخ، أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، وهالحكي هذا يعني اللي ما جاب لنا غير الحروب للاسف الشديد يعني والويلات. طيب خلينا نروح في الاخ تارا. تارا عم بيقول او عم بتقول، ما بعرف تارا، المهم اتمنى من الضيوف ترشيح كتب علميه تساعد على فهم الاطروحات، شكرا حلقه رائعه جدا، الضيف مثقف جدا، ما هي خلفيته الثقافيه؟ جاوب ديفيد، سمعتك اوكي، فكرت عم تقرا شيء ثاني، لا لانه كوني شايف صورتك فبس فيت انا على الصوت ما عم بعرف شو عم يصير. هلا ترشيح كتب علميه لغير المختصين، انا برايي الموضوع كثير سهل اليوم بوجود عصر الانترنت. في كوكبه وبعض العلماء اللي هن، ما بقول ولا هن اللي بيدعوا انه هن افضل العلماء بالعالم، لكن هن العلماء سخروا حالهم وعم يسخروا وقتهم لتبسيط العلم للعامه، لانه اليوم اذا انت بدك تقرا كتاب علمي او انا بدي اقرا كتاب علمي، حتى كلمه كتاب علمي هي كلمه فضفاضه واسعه، لكن بدنا نحكي باختصاص معين تتطلب سنوات من دراسه لحتى تحسن تفهم تقرا الكتاب باختصاصه، مثلا بالميكانيكا الكموميه او بالبيولوجي او ما شابه. فالكتب المتخصصة هي كتب للمتخصصين، لكن العلماء اللي ساعدوا بتبسيط هاي الكتب المتخصصة هن الكتار كثير، وهن العلماء المشهورين اللي نحن بنتناقل عبر الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي كوتس أو ملاحظات أو اقتباسات من كلامهم، نيل ديجراس تايسون، ريتشارد دوكنز، أسماء كثيرة مثلاً
في موضوع كوم الشيء، شو كان اسمه هذا العالم، ريتشارد فاينمان مثلا بالميكانيكا الكمومية، ممتاز كلامه، كثير لذيذ وسهل. برتناند راسل هو صح فيلسوف لكن اشتغل كثير على موضوع تبسيط العلوم. كارل سيغان أول حدا اشتغل بتبسيط العلوم، لو أنه كتبه أصبحت متقادمة بعض الشيء كونه هو توفى بال96 فكتبه شوي متقادمة، لكن قراءة كتب كارل سيغان هي بوابة كثير جميلة لقراءة أو لفهم الكوزمولوجي. قبل ما نبلش نقرأ مثلا بكتب نيل دي جراس تايسون وغيره، لورانس كراوس اللي أنا فاتني اسمه قبل شوي، كمان محاضراته واسلوبه كتير جميل، وهو شخص بيضحك كتير، يعني بعكسي تماما انا دائما عابس، هو شخص ضحوكي جدا، اسلوبه كتير جميل، هو عالم مرموق طبعا. اسماء كتيرة من هذا النوع، محاضرات كتير صارت موجودة على اليوتيوب، قسم منها لا بأس به اصبح مترجم، لكن انا دائما بأكد اذا اشخاص انجليزيتهم جيدة فيقروا او يتابعوا المحاضرات باللغة الإنجليزية، بياخدوها بالكلمات الأصلية تبعها من دون أي أخطاء بالترجمة، وبينفتح لهم آفاق أكثر بكثير. بتوقع إذا الشخص حسن يطلع كأوفر فيو أو كقراءة عامة على كتب هدول العلماء اللي هن عم يسخروا حالهم ليبسطوا لنا العلم لإلنا كأشخاص غير متخصصين، لح تكسب ساعة معلومات كثير كبيرة لو أنه هي لا تزال غير اختصاصية. يوم اللي انت حابب تتخصص بموضوع معين فبتلجأ بقى للكتب الاختصاصية بهي المجال او هذاك المجال. تفضل جان. أكيد، وأنا أشجع بصراحة أصدقائنا، في كثير وثائقيات يعني ممكن تاخذ المعلومة منها وسهل يعني شرحها بسلاسل، العلماء بيشرحوها يعني يشرحوا العلم، يبسطوا العلم للناس بشكل أدبي مفهوم يعني تفهم الصورة، يعني وثائقيات أظن كمان مفيدة. على كل في خلينا نروح الأخ أبو زايد عم بيقول: لدي سؤالان بعد إذنكم أصدقائي الرائعين. الأول: عند القراءة أشعر بعدم الاستيعاب، خاصة عند القراءة بالعلوم الإنسانية، وإذا قرأت أكون بطيئا جدا، في حين أني أمتلك قدرة ممتازة في الرياضيات والفيزياء والهندسة. أتمنى توضيح حل لهذه المشكلة. والسؤال الآخر: كيف نتعامل مع قضية الجنس في مجتمعنا كأفراد قبل أن يتغير المجتمع ككل؟ بالنسبة لموضوع القراءة جان، أنا بنصح صديقي اللي هو متابع جيد لقناتي بنصيحتي الذهبية اللي دائما بقولها: لا تقرأ إلا الشيء اللي أنت شغوف لأنك تقرأ، يعني أنت مالك مضطر أنك تقرأ شيء أنت مو حابب تقرأ، أنت مالك عم تقدم امتحان بالنتيجة، أنت حابب توسع معلوماتك. لكن أنا بقدر الفكرة اللي هو بده إياها، انه هو شخص بده يقرا شيء بالعلوم الاجتماع والانسان، الانثروبولوجي يمكن والسوسيولوجي الى اخره، لكن هو بيشعر بانه هو ما في عنده شغف لقراءته. كرمال هيك كونه انت دماغك علمي اكثر باتجاه الكتب العلميه، وهذا شيء جيد تحسد عليه من قبل الكثيرين، انه اقرا كتب مختصره او كتب مبسطه من انثروبولوجي او بالسوسيولوجي او كذا، كتب تعطيك المعنى العام، تعطيك الفكره العامه اللي انت بدك توصل لها مثلا. لكن ممكن انت قل يعني اتجاهك وشغفك الذاتي رايح باتجاه الساينس، واي نوت، فخليك مفوكس على الساينس، خلي هدن كاشياء ثانيه. واذا بدك حتى اذا كثير الموضوع عم يكون صعب عليك، في كثير قنوات على اليوتيوب متخصصة بالسوسيولوجي بالأنثروبولوجي بالفلسفة إلى آخره، فأنت فيك تستعيض عن القراءة اللي هي عم تكون مملة وما فيها تركيز بالنسبة لك بأنك تحضر محاضرات بهذا النوع، فأنت محاضرات أو وثائقيات أو اثنين سوا، فأنت بتنمي حالك بأفكار بمعلومات بهذاك الموضوع، لكن أنت بتخلي تركيزك على الشيء اللي أنت شغوف فيه واللي أنت حتأبدع فيه أكثر إذا كان درسته واللي هو الساينس. So why not، يعني مو كل الأشخاص عندهم يعني، أو بالأحرى الغالبية العظمى من الأشخاص، لأكون أكثر دقة بجوابي، الغالبية العظمى من الأشخاص عندهم ميول معين بحياتهم، عندهم ميول يعني جان مثلا أنت شاعر،
فأنت أكيد إذا بتمسك كتب أدبية الشعر وروايات وكذا حتكون كثير متبحر فيها وكثير عايش فيها وحتفهمها وتقراها وكذا أكثر مني، اللي أنا بصراحة ما بحسن كثير أتذوق الروايات والأعمال الأدبية والشعر، لو أني بجبر نفسي من فترة لأخرى على أني أقرأ خاصة الأعمال المهمة والمشهورة والعالمية. فكل الأشخاص وغالبيتهم هن الأشخاص لهم فوكس باتجاه معين ميولهم، هذا الشيء بيتبع كيف نشأوا وتربيتهم بالصغر وكذا والجو المحيط فيهم والبيئة الأسرية وإلى آخره، فبيتوجه ميولهم لشيء معين، فوكس على هذا الشيء، كون أنت بروفيشنال فيه، خليك أنت على الأشياء الثانية بشكل سطحي، خذ عنا معلومات بس كرمال إنه ما لا يترك كله لا ما لا يدرك كله لا يترك جله. بالنسبة لموضوع الجنس بصراحة ما فهمت السؤال، يعني إنه كيف نتعاطى مع الجنس بوضعنا الحالي، إذا جان أنت فهمته أكثر مني فيا ريت اللي كيف أو شو المقصود فيه. جان؟ جان عم تسمعني؟ جان؟ آسف آسف، أنا قريت السؤال وكنت قافل الصوت. على كل إن هو الأخ عم بيقول كيف نتعامل مع قضية الجنس في مجتمعنا كأفراد قبل أن يتغير المجتمع ككل. يعني أنا اللي فهمته هو إنه نتعامل مع الجنس بالوضع الموجود بعملية التفرقة بين الأنثى والذكر بكل المجالات، الوضع الموجود، الكبت الجنسي الموجود، كيف نتعامل معه بهالواقع هذا؟ يعني قبل ما يتغير مثلا نحو ثورة جنسية أو يكون شيء من مثل الأوروبيين مثلا العادات الجنسية تتغير ولا المسائل هاي، يعني بالواقع الحالي كيف ممكن نتعامل مع الأحوال؟ اوكي أنا هيك فهمت المسألة. اوكي اوكي هلا شوف جان، نحن بشر، نحن كائنات حية بيولوجية، الجنس هو دافع أساسي وغريزة أساسية وأولى في جميع الأشخاص على الإطلاق. حتى أنا برأيي، مو برأيي يعني، أنا قد اللي توصلت له واتوقع انه كثيرين بيشاطروني فيه، الجنس هو الغريزه الاولى والاساسيه والاهم في مسيره الانتقاء الطبيعي بلا جدال، لانه من غير شهوه جنسيه فما رح يصير تزاوج، فما رح يصير نسل جديد، وبالتالي مسيره الى الانقراض هذا الشخص. وبالتالي حتى الغرائز الاخرى اللي عندنا اللي هي الجوع او غرائز الحفاظ على الحياه عموما، هي غرائز الحفاظ على الحياه من اجل الجنس، للاستمرار الحياة لأداء الجنس. فالكبت الجنسي لم ولن يقوم بدور فعال على الإطلاق. عملية الكبت الجنسي هي فقط محاولة لقمع أهم غريزة أو قمع حالة ليبيدو بتعبير سيغموند فرويد، ليبيدو اللي هي نفس حالة الجوع، نفس تعبير الجوع بالنسبة للحاجة للطعام، هي الليبيدو، الجوع الجنسي أو الحاجة لممارسة الجنس. عملية كبت هذا الشيء الليبيدو هذا لم ولن تنجح على الإطلاق إلا إذا تم عملية إخصاء أو عملية قطع البظر عند الأنثى، اللي هو عملية ختان الأنثى مثلا، أو الإخصاء عند الذكر. بخارج دول الحالتين ما نجحت ولا حتنجح. وهذا التفلت او هذا الحاله من الفوران او الجوع الجنسي المكبوت عنا بمجتمعاتنا اللي عم يؤدي لتمحور كل افكار الاشخاص فقط وفقط حول الجنس، هو نتيجه مباشره للثقافه البدائيه البدويه اللي احنا مسيطره بمجتمعاتنا، اللي هي برجع وبقول ما نجحت عبر حياتها ولن تنجح. المشكلة وين؟ هلا معالجة المشكلة كل واحد عم يلاقي طريقة لحتى يحاول يحل مشكلته مع الليبيدو الخاص فيه. المشكلة الأساسية اللي بتعتري مجتمعاتنا بالأساس هي الأنثى وليس الذكر، لسببين، وأنا حأحكي باتجاه سيكولوجي سوسيولوجي بنفس الوقت. الذكر مشكلته مع الليبيدو تبعه كتير سهلة وبتنحل ببساطة، وهو بإمكانه بسبب ثقافتنا الذكورية
يحل مشكلته بكل سهولة. أما الأنثى هي المشكلة، الأنثى عندها مشكلتين، مشكلة سيكولوجية بمعنى الأنثى لا تثار جنسيا مثل الذكر بالنظر لأشخاص جميلين أو هانسم أو وسيمين. هذا مش الشيء اللي بيخلي الأنثى تثار مثل ما الذكر يثار وقت بيشوف بنت جميلة. الأنثى تثار بالدرجة الأولى والأساسية والوحيدة تقريبا عن طريق عاطفته، عن طريق العاطفة بمعنى الحب، ما يسمى الحب. يعني وقت هي بتحس بهذا الشخص انه هذا الشخص اللي هو حيظل قاعد معي، حيحن علي، حيكون ما يتركني بعد ما يجيني منه اولاد. الموضوع المشكله جان كثير كبير وانا اتمنى اني احكي فيه، لكن صدقني بدي اخذ اكثر من الساعتين اللي انا عم بحكيهم، فعم حاول اختصر قد ما فيني. ومستحيل توصل الفكره بطريقه اختصاري. المراه لا تثار بالطريقه اللي يثار فيها الرجل، فمشكله المراه عندنا مشكلتين. المشكله الاولى لحتى هي تنفس عن غريزتها الجنسيه لازم تجد الشخص اللي هو رح يحبها وتمارس معه العلاقة الجنسية عن طريق الحب، لكن بنفس الوقت على الأغلب اللي عم يصير إنه هذا الشخص اللي حسن يقنعها بهي الطريقة أو مارست معه هي العلاقة خارج الزواج حيعمل لها مشكلة بإنه هي ما حتحسن تتزوج بشكل رسمي لاحقا، مشان مشكلة غشاء البكارة. هلا هاي المشكلة عم تخلي البنت تتمنع عن إنه هي تمارس علاقة حب مع شخص قبل الزواج، كرمال ما يفشل شيء اسمه زواج وإنجاب أطفال اللي هو غريزتها الأساسية بمستقبلها. مشان هيك أنا بموضوع الغريزة الجنسية، أنا مشكلتي الأكبر مع البنات بعالمنا العربي، الشباب ما كتير آكل همهم، يعني أوكي عندي مشكلة معهم وآكل همهم، لكن البنات بدرجة أعلى بكتير. فما بعرف شو بدي أقول له. الحل الوحيد إنه الواحد يعمل فري لدماغه، بمعنى يعمل فري من القيود الاجتماعية الثقافية التي لا معنى لها على الإطلاق لمصلحة الكائن الحي، لها معنى لمصلحة ثالوث القمع نعم، لكن ليس لها معنى لمصلحة الكائن الحي. بس فهم الإنسان هي المعادلة، إذا حسن يتوفق مع أشخاص من الجنس الآخر فهماني لنفس المعادلة، فبتوقع بحسن يلاقوا حلول لنفسهم قبل ما المجتمع ككل يتصلح. تفضل. أكيد. آه طيب، خلينا ننتقل لصديق آخر. بصراحة أنت بعثت لي الأسئلة هي، هو اسم الصديق أنا ما بعرفه، بس عم بيقول: عزيزي ديفيد، كان سؤالي بخصوص العلمنة الإسلامية وليس عن العلمنة التي يدعو إليها العلمانيون. العلمنة الإسلامية التي يتبنى أتباعها تسطيح الدين وتجهيل الناس في فهمه. وبرجع بضيف بيقول: أغلب أنظمتنا العربية علمانية إسلامية، فلا هي علمانية 100% ولا هي إسلامية 100%. عم بيقول: أتمنى منك أن لا تجامل على حساب المعرفة، لذلك ألا تلاحظ أن، ما بعرف إذا هذا بصراحة هذا سؤال ثاني، على كل حال هذا سؤال ثاني. تفضل، شوف العلمنة في الأنظمة والعلمانية الإسلامية، يعني هي بصراحة ما أظن في شيء اسمه علمانية إسلامية. تفضل دكتور. لا طبعا، لا طبعا لا أوافق أنا على مصطلح علمانية إسلامية، لأنه مصطلح لا يمكن تحقيقه أساسا، يعني مصطلح يخالف الفكرة الأساسية. هذا الشخص كان سألنا سؤال بالحلقة الماضية وأنا نسيانه بصراحة، لكن كان السؤال عن موضوع العلمانية أو شيء من هالنوع، بصراحة نسيانه تماما. لكن الفكرة اللي هلا أنت عم تقولها إنه رأيي بموضوع العلمانية الأنظمة العربية، هلا في الأنظمة العربية اليوم الموجودة اليوم وموجودة من بعد نهاية حقبة الاحتلالات وبداية حقبة الانقلابات العسكرية اللي سيطرت على جميع دول الوطن العربي تقريبا. هي الأنظمة بمعظمها هي أنظمة إجت من خلفيات يسارية، اجت من خلفيات غير دينية. لكن اللي عم يصير عندها مشكلة انه الجموع الغفيرة، مو مشكلة هي الحقيقة، هي مشكلة لصالحها. الجموع الغفيرة من البشر العوام كلهم ذوي خلفيات دينية قوية. هلا قوية تختلف درجة قوتها وتوجهها بحسب هل هو اتجاه صوفي، هل هو اتجاه سلفي، هل هو اتجاه وهابي، الى اخره. ف هي الأنظمة لعبت بذكاء
على مواكبة طريقة أو اختراع طريقة لا هي علمانية ولا هي إسلامية. عملوا طريقة مزج غريبة الشكل ما بين الحالين، لا عم يحاولوا يوافقوا فيها التطور اللي إجا بالفكر الثقافي السياسي العالمي عن طريق انتشار اليسارية والاشتراكية وغيرها، مع الحاضر الموجود بين إيديهم اللي هي الشعب اللي هو بده جمهور إسلامية. فتم ابتكار هذا الخلاط، هذا المزيج، حطوهم ببلندر مع بعض وعملوا هذا المزيج، مثل مثلا الحالة بسوريا. فأنت عندك حكومة، وأنا عم أقول على سوريا لأنه هذا الشخص السوري اللي عم يسأل هذا السؤال، فأنت عندك حكومة يفترض هي إجت من خلفية اشتراكية تماما، اشتراكية بحتة، لكن بطريقة غريبة بتلاقي أنت أنه النظام الحاكم بالبلد هو بمسمى اشتراكي فقط، لكن على أرض الواقع هو ما له اشتراكي إلا بحدود معينة، حدود بسيطة جدا، وبنفس الوقت هو آخذ صبغة دينية. طيب شو الصبغة الدينية اللي آخذها؟ هل هي الدين الإسلام الصحيح اللي وارد اللي بيتبعوه السلفيين وكذا وكذا اللي كان بعصر محمد وأتباعه؟ لا، تم ابتداء طريقة لايت من الإسلام بميكس معين اللي هو الإسلام الشعبي العام اللي انتشر بسوريا اليوم، اللي هو الإسلام الصوفي أكثر يعني. فهاي الحالة من الميكس اللي خلت يصير إنه شخص مثلا، إنه صار في عندك شيء اسمه معاهد الأسد لتحفيظ القرآن، اللي هي يفترض الأسد شخص أولا علوي وليس سني، ثانيا هو شخص من خلفية من خلفية اشتراكية، ثالثا هو يفترض انه هو ما بعرف شو كان، انه قائد العام للحزب البعث العربي الأمين الاشتراكي، العام لحزب البعث العربي الاشتراكي. الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي. لكن هذا الشخص نفسه اللي هو عم ينزل يمارس طقوس دينيه هي البسيطه تبع بينزل على صلاه العيد قدام الناس كذا كذا، اللي وعمل حفنه من رجالات الدين اللي خلوا يعملوه هو المسلم الصحيح، لدرجة مثلا مثل البوطي وحسون وكفتار وإلى آخره، هذول الشخصيات المعروفين بسوريا اللي هن عملوا لك نوع معين من الإسلام، تم رفض الإسلام الحقيقي فيه، وبنفس الوقت بيتم رفض الأفكار الاشتراكية فيه، لكن نحن اللي فكرنا الصحيح، والعامي بيتقبل، العامي بيتقبل جان أي كلام بينحكى له، خلص شو بدك أخي الإسلام إنه نصلي؟ أوكي صلوا، يعني صلوا صوموا ما عندك مشكلة. بينزل اخي هذا الشخص بيصلي صلاة العيد، بيصلي صلاة ما بعرف شو، بينزل على الجامع بيورجي العالم شغلة معينة بمناسبة دينية معينة بيهز راسه وكذا، لكن هو شخص لا خصه لا من قريب ولا من بعيد بالدين. لكن هذا الشيء عم ينطلي على العامة، انه العامة بتقول لك هذا شخص مسلم مؤمن كذا، خلص اموري بخير، فانا ليه لحتى اعمل ضده اي نوع من انواع الكره الديني؟ لا، انا اعمل لي دين يشتغل معي ومعه بنفس الوقت، فهمني اياه، اوكي طيب هاي يعطيك العافية. فهي الطريقة اللي تم استعمالها ببعض الدول العربية اللي اجتها حكومات بهذا الشكل، فلا هي دينية ولا هي علمانية بنفس الوقت، فهي أخذة بس مسميات معينة، يعني تماما مثل الحالة بسوريا، النظام هو ملء اشتراكي، أوكي عندك اشتراكية معينة، المدارس، المشافي إلى آخره، لكن هل هو نظام اشتراكي بحت؟ لا، في عندك شركات خاصة ضخمة جدا، في عندك كذا، نظام في ملكية رأسمالية جدا لصالح حفنة معينة اللي هن جماعة النظام نفسه، اللي هو بطريقة معينة اشتراكي ورأسمالي وإسلامي وعلوي وهذا البلندر كله نحطهم مع بعض بالبلندر، وطلع لك نظام بطريقة إنه أوكي الشعب بيطاطي بيقول لك أوكي أنا موافق ما عندي مشكلة، لأن الشعب مو عرفان، الشعب مو فهمان، كرمال هيك يوم اللي اليوم الشعب صار عم يسمع حدا عم يحكي عن الإسلام كما هو كإسلام بيقول لك هذا مو فهمان الإسلام صح، لا الإسلام اللي أنا قال لي عليه الشيخ الفلاني تبعي أو قال لي عليه الشيخ الفلاني. وهي الحالة يعني هي حالة مرت فيها كثير من الدول بمختلف أنحاء العالم، يعني هي ما لها حالة عنا، هي مرحلة وسيطة انتقالا للعلمانية التامة بعد فترة ما بعرف إذا نحن حنلحقها أو لا. تفضل. طيب، في عندي أخ علي عبد الله عم بيقول: تحياتي لك ولضيوفك الكرام، وهدف وهداه شيء غريب أرجو أن تجيب عنها. هل تلحظ
وتلحظ يعني الكتابة شوية. يا أخي عبد الله يا ريت تنتبه لها، بشان لأنه أنا بقرأ وأقرأ كما مكتوب يعني، فبيعذبنا إذا في كتابة يعني ما هي مضبوطة. على كل عم أقول، هل تلحظ نفاق الذي يقوم به إرهابيين وهابيين عندما تقول لهم نريد حرية؟ يقولون لماذا يتم منع نقاب الدول التي فيها ديمقراطية، لديها ديمقراطية؟ وهذه حجة غبية جدا يقوم بها إسلاميون متخلفين. وأنا كيساري أقول لهم لماذا لا تعطون أناس حقوقهم في السعودية وإيران؟ وعندما أقول لهم ذلك يغيرون الموضوع. وشيء آخر يقولون نقاب حرية شخصية، وأنا أقول لهم تعريف حرية أفعل ما تريد لكن لا تضر أحد. وأعتقد يعني هو بصراحة عم بحكي عن الازدواجية في المعايير بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي، أو خلينا نقول القوانين والأشياء الماشية في العالم الإسلامي والقوانين الموجودة بالعالم الغربي. يعني مثلا المسلم بيروح على هايد بارك بلندن، بيحط طاولة وعليها كتب إسلامية وبدعو للإسلام، وبشوف بتلاحظ بنفس الإطار انه ممنوع حتى تحمل صليب مثلا في السعودية. يعني فاللي هو عم بحكي عن الازدواجية هي اصلا. شو رأيك بالطرح؟ هلا هي الازدواجية هي ازدواجية متوقعة طبعا من أي نظام شمولي كنظام الدين. فأي نظام ديني راح يكون هو نظام شمولي، أو مو أي نظام ديني، هي سوري لأكون دقيق، أي نظام ديني شمولي كالدين الإسلامي. هيك نظام متوقع منه هي التصرفات بشكل بديهي، اللي هي بتنطلي على العامة كالعادة. لكن الفكرة اللي أنت عم تقولها صحيحة. هلا منع النقاب، اذا انت عندك مشكله مع منع النقاب، منع النقاب بالذات مشكلتك مع النقاب، منع النقاب بالذات هو لضمان السلامه العامه بسبب افعالهم هن. يعني يوم اللي عم يكون حدا منقب ماشي بالطريق، انا ما بعرف هذا يمكن حاطط حزام ناسف بده يفجر حاله، شو بيعرفني؟ هو الوحيد المنقب بالحاره كلها او بالحي كله او بالمدينه كلها، انا ما بعرف شو هاد، مين هاد، شو هذا الشيء؟ يمكن بده يفجر حاله، يمكن معه سلاح بده يقوص العالم، يمكن كذا يمكن كذا. فبسبب انه هن نفسهم كمسلمين عطوا هي الايمج عن حالهم، يعني ما اجى واحد بالاساس. يعني امتى تم منع النقاب؟ امتى اساسا تم منع النقاب؟ بعد احداث التفجيرات اللي بلشت من بعد من 15 سنه تقريبا، بعد هي سلسله التفجيرات وهي القصص اللي اشتغلت، قصص اللي صارت بلندن واللي صارت بمدريد وكذا بالزمانات وانت ماشي بعدها. فمن هذاك الوقت لهلا، ولكن الحادثه اللي صارت من يومين كمان حادثه، يعني هي حادثه دهس برضه، يعني لسه مش، فمشان هيك انا قلت باول الحلقه توقعوا لسه يتم تجديدات اكثر وحقهم. فانت كان يجيك حدا منقب، انا ما بعرف شو بيعمل لي هذا المنقب، فبقول لك لا، للسلامه العامه شيل لي هذا الموضوع على جنب، انا بدي افهم مين هذا اللي قبالي. اتحجبي اوكي، بس هذا نقاب، انا ما بعرف تعملي حالك انثى، انا مفكر انثى بس تطلع انت رجال بالنتيجه وبدك تفجر حالك. فلا، انا للسلامه العامه لازم امنع موضوع النقاب. وبتوقع مثل ما انت قلت جان انه هذا يعني الشيء الوحيد اللي هو ممنوع ببعض الدول ومو كلها كرمز ديني. هلا اوكي في منع الاذان ببعض الدول، يمكن بسويسرا او شيء من هالنوع، لانه هو عمليا كمان ازعاج عام. يعني انت بالنتيجة وقت بدك تجي لحالة، يعني انت تخيل كمان اليوم يجيك انت جماعة هندوس بدهم يمارسوا طقوس هندوسية ويعملوا هي المسيرة الكبيرة تبعهم اللي انا شفتها بماليزيا من كم سنة، يعملوا هي المسيرة الضخمة تبعهم وكذا كمشي بالشوارع، واذا كانوا بيمشوا عورات مثلا بنص احدى المدن العربية حتمنعهم، لانه هذا الشيء ما بيركب معك ابدا بثقافتك وبيئتك الحالية. بدك تقول له لا ستوب، انت شو جاي عم تعمل عندي هون، او اذا اجت اي شيء من هذا النوع. ف هدول الاشياء كثير قلال. انا مثلا بالمانيا شفت كثير مسلمين عاملين بسطات هيك تبع، عم يعملوا بسطات بالشوارع بالحدائق بالمولات، عم يعملوا هيك بسطات عليها قرآن وآيات قرآنية. بالسويد نفسها كمان من كم شهر شفت بأحد المولات شخص حامل هيك آيات قرآنية كثيرة على آرمة وبلباسه الديني وكذا، ما حدا بيمنعه.
بهي التصرفات، انت اعمل اللي بدك اياه، بالعكس اعطيك حريه، تفضل ورجيني حدا عم يعمل هيك تصرف للبوذيه بالدول العربيه او للهندوسيه بالدول العربيه او للالحاد بالدول العربيه. شو رح يصير فيه؟ الشارع شو حيعمل فيه؟ البلد شو حتعمل فيه؟ ففي عندك شيء مقبول، في عندك شيء وقت بده يكون اوفر وفي ريسك، هذا الشيء رح يصير غير مقبول. انك تمشي لي مثلا مثل اللي كان عم يصير من فتره، انك تمشي لي هون بالسويد على ما اذكر، تمشي فان بقلبه هورنات عم تعمل اذان الساعه 6 الصبح لتفيق الناس على صلاه الصبح، يعني هذا الشيء الله ما بيتحمله. انت شو عم تعمل؟ ما في واحد لك، ما في حدا مسلم بكل المنطقه. انت مين انت عم تمرر لي قران واذان الساعه 5 و4 الصبح عم تفيق الناس ترعبهم تفليجهم؟ فهيك تصرف بده يتم منعه اجباري. هلا اما احيانا بعض الدول انا برايي الشخصي بيصير عندها الشطط بتصرفاتها القمعيه، بانه هي من منظور علماني قد تمنع بعض الامور اللي هي لا تؤثر على المجتمع ككل. وانا كشخص علماني بقول، واي شخص علماني بيقول لك اذا ما في مبرر كتير قوي لهي التصرفات فهي التصرفات هي مرفوضه، بقصد تصرف منع او فرض امور معينه على المجتمع. تفضل جان. تفضل جان. طيب أنا آسف، في عندي سؤال من الأخ نسيم، بيقول تحياتي، بدي أعرف شو رأي ديفيد شو رأي ديفيد بستيفن هوكن ونظرية ستيفن المتعلقة بنشأة الكون والحياة. هلا ستيفن هوكينج طبعا عالم عظيم جدا. هذا الشخص معجزة، معجزة بمعنى الكلمة. أكيد بيطرح فرضيات مثله مثل أي عالم آخر كعالم نظري، فرضياته مع الوقت قد يتم تحقق منها وإثباتها علميا وبالتالي تدرج كنظرية علمية، أو هي كتبقى كفرضية. وهذا السبب، بما أنه هو شخص نظري فيزيائي نظري، هذا السبب اللي هو خلاه اليوم ما في معه ولا جائزة نوبل بالرغم من كل كتاباته وأبحاثه النظرية الكبيرة، لكن لأنه ما في أي دليل عملي لهلا على الغالبية الساحقة من أبحاثه، فهو لليوم ما حسن يأخذ ولا جائزة نوبل، لأنه جائزة نوبل لا تعطى للفرضيات العلمية والأعمال النظرية ما لم يتم التحقق منها. حتى أينشتاين ما أخذ جائزة نوبل إلا بعد ما تم التأكد من نظريته، هذا الشيء تم بعد شيء 10 سنين تقريبا من النسبية العامة. فستيفن هوكينج طبعا من أهم العقول اللي عايشة اليوم على الأرض، كل كلامه هو كلام موزون وكلام ينم عن يعني لا يلقي كلام جزافا، لكن كلامه لا يزال في طور الفرضيات العلمية لتنتظر أن ترتقي بالمستقبل إلى نظريات علمية حال التثبت من صحتها. تفضل. طيب معنا اتصال من الأخ علي، تفضل أخي علي. مرحبا. أهلا وسهلا، يا ريت تعلي صوتك أخي علي مشان نسمعك. حبيبي كيف الحال؟ تمام، تفضل. أول حاجة أنا يعني كل شيء بس حبيت يعني إني أشارك هيك يعني أكبر حاجة يعني لقيتكم صدفة، فاهم كيف؟ ولا يهمك، تفضل، بس يا ريت تعلي صوتك مشان نقدر نسمعك مظبوط. حبيبي كيف هيك؟ سامعني كويس هيك؟ تفضل. أول حاجة بنحكي بالنسبة للجنس. تفضل. أول حاجة الجنس هو عملية بيولوجية، يعني جسم الإنسان فيه غدد، هذه الغدد ثلاث إفرازات، هذه الإفرازات بتأثر على عمل المخ، فهو كل هذه العملية عملية بيولوجية، عملية يعني ما فيك تتحكم فيها، فاهم كيف؟ تفضل أخي، تفضل، سامعينك. يعني هذا كلها افرازات، فاهم كيف؟ يعني هذا بسموه بالعربي يعني الجهاز العصبي الهرموني، فاهم كيف؟ فما فيش فيك، ما فيك يعني انك انت انك توقف عمل هذا، توقف عمل هذا الغدد، فهذا الغدد تفرز هرمونات، هذه الهرمونات بتاثر على عمل المخ، المخ بيبعت رساله لاعضاء الجسم وهيك بصير سلوك، فاهم كيف؟ فانت اذا انت بدك تمتنع عن الجنس او تمتنع تكون للمراه او العكس، فانت كانك بتغلب عكس طبيعتك، كانك بتحارب الطبيعه
فرضيه انه في اله، هو اله عاملك هيك، انت معمول هيك، لا انت بتقول لي لا، كانك بتقول لي انت عاملني غلط، يعني كيف؟ صحيح صحيح. يعني انت بتقول لك يعني اذا على فرضيه انه الله خلقك بقدرك، وهذا بقدرك بقدر الفرزان، فانت معمول هيك، يعني الله خلقك هيك وبقول لك يعني اشتغل على العقل، يعني ما في يعني انك تكون ضد الطبيعه تحتك. صحيح صحيح. طيب اخي علي، في عندك اي طرح ثاني اذا بدك تطرحه او اسئله؟ بعدين بتوجه هنا يعني رساله لكل المسلمين، يعني هي يعني يفكروا، يعني اذا الواحد فيهم بده يقرا عن محمد مش حيلاقي غير الحرب الحروب، غير الجنس، غير ملكات اليمين، غير الجواري، فهو يتخيل انه في قوه الاسلام، بقول لك الاله قاعد على العرش، قاعد في السماء السبعه، ماشي؟ فانت تخيل انه في اله قاعد على السماء السبعه على العرش، وزي ما بيقولوا في الاسلام هو قاعد على البحر، يعني العرش موجود فوق على البحر في السماء السبعه. فانت تخيل انه هذا الاله مثلا على اساس يبعث جبريل، بيرسل جبريل على محمد وبيقول له روح وقول للكرم الله وانكح ما تنكحش، كله فينش، يعني معقول هذا كلام إله؟ معقول الإجرام اللي في القرآن هذا إله خلق الكون؟ يعني كيف؟ أكيد أخي أكيد، أنا بدعو أصدقائنا المسلمين يعني للتفكير بهالموضوع هذا، يعني هو شيء تافه. طيب اخي علي، انا بتشكرك كثير بصراحه، عندي اصدقاء كثير وفي طرح اسئله كثير، فبتشكرك كثير على الوقت اللي اعطيتنا اياه، واكيد نشوفك بحلقات جايه. سلامات. طبعا عندنا اتصال ثاني من الاخ احمد. اخي احمد تفضل. مساء الخير جان، وتحياتي لديفيد. مساء الورد احمد، تفضل اخي. الحقيقه انا متصل عشان اقول ان احنا لازم ولا بد كلنا لا نتراجع عن هذا الهجوم على هذا الدين المنفر العنيف، يعني لا لازم ولا بد ان نستمر، وان احنا نعمل حلقات على اليوتيوب ونتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي بلا خوف ولا تردد، مهما كانت التهديدات ومهما كانت اسلوبهم القذر في التهديد والوعيد. انا عن نفسي تعرضت للكثير والكثير من هذا التهديد وهذه السخافات من المسلمين، وانا لا ابالي ولا اهتم وساستمر فيما افعل، لان هي قضيه انا مؤمن بها، وهذا الدين ما هو الا نكبه وعزل البشريه. سؤالي بقى لضيفك الكريم الاخ ديفيد، أنا شايف يا أخي ديفيد إن أنت مؤمن تماما بالنسبية وبأينشتاين. ليه ما تتكلمش في النسبية؟ يعني بدل ما أنت مؤمن بيها وقاري عنها كويس وهضمها زي ما بيقولوا المصريين كويس، ليه ما تنورش العقول؟ ليه ما تعملش عندك قناة على الفيسبوك، أمين على اليوتيوب، تتكلم عن النسبيه وتفهم هؤلاء الصلاعمه اللي هم رافضين ان هم يشغلوا عقولهم، رافضين ان هم يسمعوا العلم؟ ده دور جامد جدا ودور مؤثر جدا، يعني كل واحد فينا يقدر يفيد بشيء يفيد، لان الموضوع بقى خطر. يعني هؤلاء الصلاعمه الاوساخ، اكسكيوز ماي لانجوج، كل اسبوع في مصيبه، يعني اسبوعيا بقى في حادث في مكان ما، تفجير، تحسب السياره، عامل مصيبه ما. فاحنا لا يمكن السكوت على هذا العمر، يعني اصل هم يعني هم مش افضل من باقي البشر، يعني هم شايفين نفسهم افضل بس هم مش افضل من باقي البشر. فانا بدعوك طالما انت يعني قاري وعارف، كلم فهمه ما هي النسبيه، لان كتير منهم قافل دماغه تماما. وانا متشكر جدا على شكرا المتحدث. شكرا كثير اخي احمد، شكرا كثير. ولا نسمع الجواب من الاخ ديفيد. اخي ديفيد، لما لا تتكلم في الامور العلميه النسبيه والتطور وغيرها؟ تحياتي لك جان، لاصدقائنا الاثنين اللي اتصلوا. بالنسبه للموضوع هذا، انا بلشت قناه على اليوتيوب، بما بعرف يمكن صديقنا ما سمع فيها. هلا انا بلشت قناه على اليوتيوب من اخر السنه الماضيه تقريبا.
بلشت بحاولت أعمل منهجية بقناتي، اللي هي بداية عملت سلسلة لحاول خلي وصل رسالة للناس إنه يا ناس انتبهوا، في شيء اسمه ثقافة، في شيء اسمه ثقافات مختلفة، رأيكم المكون براسكم هو عبارة عن آراء تم زرعها في أدمغتكم وليست هي حقائق مطلقة. هذا كان محور سلسلتي الأولى، ما عاد أذكر كم حلقة كانت، وحاولت عملت فيها خارطة طريق للأشخاص كرمال كيف يحاولوا يطوروا أنفسهم من أشخاص متلقين ككلياتنا، ومثل ما أنا كنت وأي شخص آخر، أشخاص متلقين للمعارف من التلفزيون ومن الأستاذ بالمدرسة ومن شيخ الجامع وأبونا بالكنيسة وهكذا والأهل، من متلقين إلى أشخاص مفكرين ومثقفين. حاولت أعمل هي خارطة الطريق، حاولت أستعرض الثقافات المختلفة والفلسفات المختلفة الموجودة بالعالم لوصل هي الرسالة للناس إنه أصحوا فيقوا، حاجة تضلوا عايشين بعصور بعقليات العصور القديمة يلي كان الشخص فيها يعيش بحارته نفسها أو بقبيلته نفسها أو بقريته نفسها، يعيش حياته كلها ويموت وهو ما غادر إطار 10 كيلومتر مربع. فقط معظم الناس عاشت بهي الطريقة لمعظم التاريخ لليوم، لوقت اللي نحن صرنا عم نكتشف انه في حضارات ثانيه، في ثقافات ثانيه، في افكار ثانيه، في اديان ثانيه، في الهه ثانيه غير اللي نحن مؤمنين انه هو الحق المطلق. عملت بعد ما انهيت هذا الموضوع، عملت سلسله طويله ولا زلت عم كملها وما خلصت لهلا، هي سلسله القراءه وكيف يقرا شخص كتابا ما، بسبب انه انا بعد ما حاولت نمي افكار الناس بالسلسله الاولى انه هن يعرفوا انه لازم يطلعوا على الثقافات الاخرى، كيف بده يطلعوا على الثقافات وعلى العلوم وعلى الفلسفات وعلى الافكار والاديان والانثروبولوجي الى اخره عن طريق القراءه، لانه معظمنا ما معنى معظم الناس ما معنى امكانيات ماديه انه انا اتفرغ بشكل كامل لاني اعمل رحله ابن بطوطه حول العالم واعمل كتجوال واتعلم من جامعات ومدارس وكذا واحتك بثقافات، فالحل البديل هو القراءه، انه هي بتجيب لك كل الثقافات والعلوم والعلماء والفلاسفه والادباء وكذا كلهم لعندك على بيتك وانت قاعد على كرسيك مثل ما انا قاعد هلا. هلا بس اخلص هي السلسله قريبا، بدي بلش بقى بسلاسل اخرى، رح اعمل سلسله عن التطور، رح اعمل سلسله عن السايكولوجي، رح اعمل سلسله عن الاستروفيزيكس او الفيزياء الكونيه يعني. سلاسل بالساينس بهذا النوع، رح اعمل سلسله بالانثروبولوجي عن تطور فكره الاله وتطور الاديان والثقافات وتناقح الثقافات عبر التاريخ، كمان لوضح وصل وفهم الرساله تبعي للعالم. هلا لا مشكلتي انا انه وقتي كثير ضيق، وكل شغلي عم يكون لحالي، يعني بدءا من التحضير للحلقات للتصوير للرفع للنشر للرد على التعليقات الخ الخ، كله لحالي عم ساوي، ما في عندي اي شخص او اشخاص اخرين يساعدوني او يسهلوا عني وانه انا بس اطلع اعمل شيء، او حتى يجهزوا لي التصوير، اللي جان بيعرف قد ايه بياكل وقت حتى لتجهز بس مكان التصوير تبعك، غير ناهيك عن ساعات تحضير الحلقه اللي انا يمكن احكيها بنص ساعه او بساعه لكون بس جهزت الافكار والمعلومات، لانه ما بحب تكون يعني حلقات او سلاسل انا عم اوصلها للناس بشكل مثل ما انا هلا عم بحكي هيك من دون ادله او من دون وثائقيات بين ايدي يكون متاكد منه مسلسله صح، فالموضوع بس عم ياكل مني وقت. انا كمان بمشروع اني عم احاول بدي انشر كم كتاب، عم جهز مسوداتهم بدي ارد نقحهم وكذا، يعني عندي كثير امور عم بشتغل عليها، فالمشكله انه لحالي وايد لا واحده ما بتصفق، عم حاول اخليها تصفق قد ما فيها، فبس يعني بكل تأكيد وأنا أشجعك وأشد على إيدك، ويعني شو مثل ما بقول جهدك مشكور. طيب في سؤال بصراحة هو انطرح مرتين، سؤال انطرح من شخص مسلم قبل الفترة هي، أظن كان مطروح على رياض أو مطروح على أخونا ديفيد، ما عاد أتذكر بالضبط إنه هو شو مستواكم الدراسي. وفي الأخ جمال كمان طارح من بسكايب إنه شو مستوى الدراسي للأخ ديفيد. يا ريت أخ ديفيد تتفضل
جاوب على السؤال، انا برجع بجاوب كمان على الاخ المسلم بنفس الاطار. تفضل. هلا، اول شيء انا مقتنع تماما بان المستوى الدراسي الجامعي هو ليس مقياسا للمستوى الثقافي للفرد. وبالمناسبة أنا لا أدعي، لم ولن أدعي أنه أنا شخص مثقف، هاي كلمة كثير كبيرة علي، أنا ما وصلت إلا لهذا المستوى، أتمنى الوصول له قبل أن أموت يوما ما. فبداية أنا متأكد، ولتابع أحاديثي على قناتي وصلت هذه الفكرة وحاولت أقنع يعني أو وصل الفكرة بطريقة مقنعة، أن الشهادة الجامعية ليست أبدا مقياسا للثقافة، لكنها required ومطلوبة للتخصصات. يعني أنت ما بإمكانك تكون طبيب من دون ما تكون معك شهادة جامعية بممارستك للطب، أو مهندس أو إلخ، أو محامي أو مدرس أو ما شابه. أنا ما عندي ثقة على الإطلاق بالجامعات العربية أبدا 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 أبدا، جميعها مناهجها سيئة، أو اللي أنا حسنت أطلع عليه وإستعمله كمان كرمال ما أقول جميعها، يمكن يطلع في كم جامعة مناهجها أجنبية وبالتالي فهي كتير informative أو كتير يعني غنية بالمعلومات ومناهجها مركزة ومشروع. لكن الحالة العامة أنا لا أثق أبدا في هذه الجامعات، ومع ذلك فأنا معي بكالوريوس إدارة أعمال من سوريا، وبالمناسبة درسته بس كرمال موضوع يعني يعني إنه لازم أنا يكون معي شهادة جامعية. فدرست اقتصاد، درست اقتصاد بداية، بعدين تخصصت في إدارة الأعمال. اليوم عم حاول، بدي حاول وصل للمستوى المطلوب باللغة السويدية، بما أني أنا بالسويد بدي حاول أقدم على ماستر ودكتوراه، هاي خطتي الحالية اللي عم بشتغل عليها. لكن بداية أني طالبين مني أدرس أو أوصل لليفل معين باللغة الصعبة جدا اللي هي اللغة السويدية، عم بشتغل عليه كرمال وصله، بعدين يعني أتوقع بأقرب أو بالسيمستر القادم أو ما شابه بدي بلش أعمل ماستر وبعد منها للدكتوراه. والغريب بالموضوع أنه حتى يعني رسائل اللي لازم انشرها بالماستر والدكتوراه مسوداتها تقريبا جاهزة عندي، فلكن بس ناطر هذا الروتين الأكاديمي اللي لازم امشي فيه ستيب باي ستيب. توقع جاوبتك على السؤال. طيب، انا بتشكرك كثير اخي ديفيد. بالنسبة لي يعني هو الاخ المسلم، انا الاخ جمال اظن رجع كتب لي انه وين الجواب، اظن الاخ ديفيد جاوبك على السؤال شو المستوى العلمي لديفيد. على كل، أنا بالنسبة لي الأخ المسلم اللي سألني شو مستواك الدراسي، أنا مستوى عندي شهادة الابتدائي فقط، يعني لا أحمل غير الشهادة الابتدائي وأنا سائق تاكسي. ولكن مثل ما قال الأخ ديفيد، يعني شايفين كثير نحن من بما يسمى المتعلمين هن لا يعلمون شيئا للأسف الشديد، ويعني بصراحة ما بتهمني هالمسألة هي، يعني ما بتهمني نهائيا. يعني الأخ المسلم اللي عم بيقول شو مستواكم الدراسي، انا مستواي ابتدائي، وانا بتمنى اناظر من كبار شيوخكم المشايخ، بتمنى لو يناظروني ويفهموني في خرافاتهم. يعني بالنسبه للقراءات، انا قراءاتي كلها عن علم الفضاء وهالمسائل هي، واكثر شيء مسائل علميه بصراحه، يعني وانا ما بتهمني تقول علي مثقف ولا غير مثقف، مثقف او غير مثقف، ولا شو مستواي الثقافي. انا في شيء عم يجعني هو وطني، وهالتخلف هذا من وراء الاسلام والديانات والخرافات هاي، وما بتهمني بصراحه يعني مساله انه دارس ولا مو دارس، وهي هذا كلام اولاد صغار اصلا، يعني كلام اولاد صغار لا اكثر ولا اقل. شو مستواك وشو عندك، شو انتم اللي الدكتورايات اللي مساوينا بطراط وبالفسق بالنفاس، يعني شو سويتوا فيا؟ اعطوني شيء سويتوه انتم المتعلمين، يعني هم صراحه يعني لا شيء. ف انا مستواي الابتدائي سابقى هنا، وسأحارب هذا الفكر الخرافي الندل حتى ينتهي، ولن أحيد عن ذلك،
وفكروا فيني كما تشاءون، المهم أنا كيف أنظر لنفسي وكيف أفكر بنفسي. طيب أخي، في دانيال، أخي دانيال اتصل، ويا ريت ترجع اتصل أخي دانيال، أو أنا راح أتصل فيه ونسمع رأيك، بس يا ريت رد علينا بسرعة يعني. تفضل دانيال، شو هالغيبة هاي؟ يعني اشتقنا لك، وغيبة بصراحة من فترة أظن شي ساعة، في صديق سأل عنك كمان. تفضل دانيال. عندي مساك حبيبي. علي صوتك، علي صوتك. أنت سمعني؟ تفضل، علي صوتك أكثر. لك يسعد لي مساك. ومساك، مساك، تفضل. عندي مساك ومسا صديقنا رجل الكعب. أنا عندي سؤال سريع بدي أسأله، ليش مسمي حاله رجل الكعب؟ هو قال لك شغلة دانيال، هو بصراحة جاوب على هالسؤال أكثر من مرة يعني، فعلى أول ترجع لحلقاته السابقة، ويعني ما بشأن لأنه الوقت ضيق كثير بصراحة، في أسئلة كثير مطروحة. ماشي، أنا كنت بدي أعزبه بس خلص ما بدي أعزبه بالسؤال. بدي لك شغلة بالنسبة للمستوى العلمي، كبير الكهنة الدكتور البروفيسور عدنان الإبراهيم معه شهادة دكتوراه متى نكح النبي عائشة؟ بسن 6 سنوات ولا 9 سنوات؟ عم بحكيك جد؟ بالضبط بحكيك جد. معه شهادة دكتوراه بمتى نكح محمد عائشة؟ كان عمرها 6 سنين ولا 9 سنين؟ للتصحيح جان، للتصحيح يا ريتال. دانيال دقيقة واحدة، شوف الأخ ديفيد، تفضل ديفيد. هلا أول شيء أنا يعني أنا اشتقت لدانيال، وأنا كمان عم ببعث له مسجات وهو غايب وما بعرف وينه. دانيال بطلع معك شي مرة على قناتك وبرجع بجاوبك على هذا السؤال مرة جديدة إذا أنت حابب. بالنسبة لي بس تصحيح، هو أنا على أنا أذكر إنه هي برسالته بالماستر، هو أخذ ماستر على هي الرسالة. ماجستير، ماجستير. لسه ما أخذ الدكتوراه. أنا آخر أخباري عنه وقت تم سؤاله بإحدى القنوات، كانت قناة سعودية أو إماراتية، أحرج جدا من موضوع الدكتوراه، في أحد أشخاص تحداه يطالع رسالة الدكتوراه تبعه أو يعلن عنها، قال أنا قريبا سأنشرها للعلن أو شيء من النوع، بس هذيك رسالة ماستر، هو ليس دكتور. بالضبط، وكمان الأخ جمال بعث لنا أنه ماجستير، وبصراحة إذا في إحدى الحلقات أنا سويت حلقة كاملة عن ماجستير في الدورات يعني. كانت مهمة عن شيوخ الإسلام معهم دكتوراه بالتراث بالضبط. تفضل دانيال، تفضل حبيبي. بس هيك صديقي حبيت يعني بس أقول لك إنه كبير كهنتهم يعني معه شهادة ماجستير، يعني شكرا على التصحيح بموضوع أمتى محمد نط على عائشة يعني. بس أنا يعني بالضبط، إذا عم يحكوا بمستوانا الثقافي يعني، ما نحن ما المشكلة إنه نحن عم نقرأ كتب كبير الكهنة عندهم يعجز أمام هذه الكتب، لنوقف نحن نقعد نتسلى فيها هذه الكتب مثل ما بيقول. بالنسبة لصديقي رجل الكهف، أنا بعتذر على الغياب، وبيشرفني طبعاً عنا على القناة، هي قناة الجميع هاي، بس حبيت شارككم ونكون معكم بالصوت وباليد وبالعقل، وموفقين بالحلقة، وميرسي كتير على الحلقة اللي جاية. تسلم دانيال، تسلم دانيال، شكراً كتير لك حبيبي. طيب، في بصراحة في الأخ دهمات عم بيسأل عن الموضوع التركي والانقلاب، ما بعرف يعني أنا ماني حابب أدخل بالسياسة، ويعني بصراحة السياسة شوي بعيدين عنا نحن هون بفكر، ما بعرف شو رأيك ديفيد؟ بوافقك الرأي بالضبط، يعني بصراحة أنا ما بدي أدخل بالانقلاب هذا، وليش وكيف وهالمسائل هي، يعني أنا يعني أشمئز منها بصراحة يعني مسألة السياسة. على كل خلينا ناخذ. طيب، عم بيقول هو في الشخص الأسئلة اللي بعتها انت، عم بيقول كيف ترى سوريا كوطن بصفتك مواطن سوري، وما هو موقفكم كمواطنين ملحدين تجاه اوطانكم ومصالحها العليا؟ نحن خلينا نشوف الوجه الحادي ديفيد، شو رأيك انت؟ جان، المشكلة اللي الناس ما عم تدركها واللي لحنا كل مرة نرجع منأكد فيها، كون شخص ملحد هو شخص لا يؤمن بوجود إله أو قوى عليا ما وراء طبيعية تتحكم بالكون، أرسلت أنبياء إلى آخره. الموقف السياسي ما خصه لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي جملة من نمط أنتم كملحدون موقفكم من
الوطن او السياسه بسوريا او الحرب بسوريا، من نحن كملحدون؟ طيب يعني في ملحدين مؤيدين لبشار، في ملحدين مؤيدين معارضين لبشار، في ملحدين لا يؤمنوا بفكره الوطنيه اساسا، في مؤيدين وهكذا من جميع الاطياف. وجودك يعني ما لي انا ناطق رسمي باسم الملحدين لوضح موقف الملحدين من القضيه السوريه مثلا. فيعني هي صياغه السؤال اساسا لو كانت صحيحه قواعديا لكنها غير صحيحه يعني كمعنى، لا تحمل معنى صحيح على الاطلاق. مثل اذا بقول يعني شو موقف المسلمين من اكل التفاح مثلا، هو حلال لكن اوكي يعني شو راي المسلمين، بيحبوا التفاح المسلمين؟ يعني ما فيك تجاوب على هل المسلمين يحبوا التفاح ام لا، يعني جمله صحيحه قواعديا لكن ما لها اي معنى حقيقي. ممكن كل شخص يجاوب عن حاله، انا فيني جاوب عن حالي لكن ما فيني جاوب باسم كملحدين بشكل عام. طيب طيب بصراحة يعني أنا من ناحيتي الملحد سعره بسعر أي مواطن، يعني كل واحد له أفكاره، له مثل ما قال الأخ، يعني في كثير ملحدين مع النظام وفي كثير ملحدين ضد النظام. يعني برأيي الشخصي أنا هلأ لما صارت الثورة وهالمسائل هي، كنا كلياتنا مع الثورة، كتبت قصائد انا للثوره وطلعت على التلفزيونات تبعت جماعه الاخوان المسلمين، حتى يعني ما كان عندهم مشكله انه واحد ملحد يطلع بتلفزيوناتهم. بس وقت اللي بدا الفصائل هي الاسلاميه وشيء، اكيد انا انسحبت. انا برايي حاليا، برايي كملحد سوري، خلينا نقول مدينه حلب، يعني انا رايي يعني كله عبس. هلا الحرب الصايره هي عبس، يعني عبس بعبس، هو اهدار للدم للاسف الشديد، الابرياء، تشريد لهالناس. هي الشغله اللي ممكن نعملها وهي اهم شيء، انه نفتح عقول الناس، هي نقول لهم يا جماعه الدين هذا هو سبب خراب بيوتنا، نفتح عقول الشباب. يعني لما كل الشباب تفتح عقولهم ويفهموا انه الدين هذا هو خرافه وبسببه عم ندبح بعض وبسببه هالانحطاط صاير، يعني السبب الرئيسي والاهم في كل شيء صاير ببلادنا هو هالدين، لانه ثقافتنا متركزه على الدين 100% تقريبا. فلما نفهم المساله هي اكيد الناس راح تتصالح مع بعضها، والسبب الرئيسي الموجود لهالحروب راح ينتهي. يعني ف أنا بالنسبة لي الهدف الأول حالياً هو إزالة هالدين من عقول هالناس، تفهيمهم إنه هم على خطأ وهذا الدين خرافي ليس أكثر، حتى تنتهي هالحروب هاي. شو رأيك أنت بهالطرح هذا؟ جان، هلا ما في شك انه افهام الناس او محاولة توعية الناس انه الدين تبعهم هو او الدين السائد بمنطقتنا هو دين سيء وخرافي وكذا وكذا، وهو سبب الانحطاط الاساسي اللي مجتمعاتنا وصلت له. لكن كمان بشكل موازي انا برأيي انه كمان لازم نوعي الناس او الناس تكون واعية، لأنه هي الحكومات الديكتاتورية اللي سيطرت بالمنطقة كمان هي استغلت هذا الدين بشكل سيء، وهي حكومات ديكتاتورية ما في نصفق له إلا برافو، لأنه هي ساهمت بأنه توصل المجتمعات كمان أو ما كانت أساس لتنوير المجتمعات، بل لا هي وجدت في مجتمعات مريضة وزادتها مرضا، هيك لكون دقيق بالتوصيف تبعي، ولم تقم بمحاولات على الإطلاق لشفاء هذه المجتمعات بل زيادتها مرضا. فأكيد أنا معك جان، وأكيد أنا كمان برأيي أنه لازم كل الناس تفهم أنه لازم، يعني المشكلة جان أنه نحن عم نقول لازم لازم في مليون لازم، بس اللي صاير هلأ let's say بالحالة السورية، بما أنه الأخ سوري اللي عم يسأل السؤال، اللي صاير هلأ في حمام دم لا يتوقف. لازم نوقف حمام الدم بالأول بأي طريقة كانت، أنا هاي قناعتي، لازم هذا حمام الدم يتوقف كيف ما كان، نبلش بعد منه
نحاول نفهم الناس. مين اليوم جان انا وانت عم يسمعني وهو قاعد بسوريا عم ينقصف وعم ياكل قصف وكذا وكذا؟ مين فاضيلي وفاضيلك اليوم؟ لنكون واقعيين، يعني اليوم الناس بسوريا او حتى بالعراق او بالمناطق المنكوبه هي كلياتها ناس عم تركض بس لانه تحسن تاكل لقمه ولا تدبر حالها باي شيء ولا تنام باي مكان، اشياء من هذا النوع. ما حدا فاضي اليوم لا لحتى يفهم ولا لحتى كذا. فنحن بكارثه، انه لازم نحن اول شيء نلاقي اي طريقه، وانا مع اي طريقه ايا كانت، ان توقف حمام الدم كبدايه، تخلي الناس تتنفس شوي، بعدين بنبلش بنفهمهم. اخي تعال اقول لك المصيبه كذا، داعش عملت كذا، اساس تفشي المرض كذا، الموضوع كذا، النظام عمل كذا وهكذا. فالمشكله جان انه يعني بصراحه بقول انه هلا انا وانت واصدقائنا كلياتهم اللي عم نعمل هي الجهود الفرديه، هي جهود توعيه لمحاوله للدول الثانيه يلي هلا ما عندهم، او الاشخاص اللي لسه ما لهم بحاله منكوبه مثل المناطق المنكوبه اللي انا ذكرتها، انه ما يوقعوا، انه انتبهوا ما يصير فيكم هيك. تمام انا معك، لكن الاشخاص اللي هلا منكوبين اللي كل يوم عم نسمع 100 قتيل و200 قتيل و500 قتيل وكذا ومشردين ونازحين هي الارقام، هذا ما حدا فاضي لا لي ولا لك جان. وانا برايي هدول بالاول لازم بس نحاول بس نحقن هي الدماء اللي منتشره هني، ونبلش بخطه طويله الامد اللي احنا اوريدي بلشناها انا وانت وكل الناس اللي عم تشتغل مثلنا على توعيه هي الشعوب. ما بعرف شو بدي اقول بس بكل بالضبط. تأكيد أخي ديفيد، وحق معك. يعني هو مثل ما قلت، يعني بدنا حل سريع، ولكن للأسف الشديد الحل السريع ما موجود، وأنا وأنت ما طالع بإيدنا غير نرجع للحل البطيء جدا، يعني اللي بنقدر نساويه. يعني أكثر من هيك إنه نساوي برنامج على اليوتيوب، نقدر نحكي يا شباب تعالوا اسمعونا اللي بده يسمعنا، فهذا اللي بنقدر نساويه. بس الحل السريع أكيد ما بإيدنا، وأكيد ما بنقدر نسوي له شيء. يعني وانا نحن بتمنى تتوقف، حتى لو تقسمت سوريا، بس المهم القتل يتوقف، يعني القتل يتوقف وهالدماء توقف، حتى الناس تتنفس وتستوعب بعدين الموقف ليش وكيف وشو السبب اللي صار هيك. يعني طيب، في عندي سؤال اخير راح اسالك اياه اخي ديفيد، من الاخ علي امان عم بيقول: سؤال واحد، كيف يمكن للمادة أن تنتج ذكاء ووعي، وما المصادر التي يمكن الرجوع إليها لفهم هذه النقطة؟ السؤال الثاني أظن: ما الكتب المقترحة لفهم التطور بشكل عميق، وما الطريقة للفهم أسلاف البشر والقلد العليا والتميز بينهما وتسلسلهم الزمني؟ هلا الكتب المقترحة هلا بهاللحظة ما في براسي يعني قائمة كتب، لكن أكيد بقول لك اقرأ كتب ريتشارد دوكنز بترتيب نشرها. ريتشارد دوكنز يعني من أشهر من يكتب اليوم عن موضوع التطور بطريقة مبسطة، لأنه أنت كمان ما بدك تقرأ كتب تكون معقدة كثير ومصطلحات علمية رصينة كثير ما تحسن تستوعبها أو تجارية. فريتشارد دوكنز بيعطيك كثير مقدمة يعني عن الموضوع بكتبه مبسطة وجيدة. في غيره كتار، في أسماء كتب كثيرة، لكن بهي اللحظة أنا ما في ببالي يعني أقول لك أسماء كتب ومؤلفيها تقراهم. في وثائقيات أكثر من كثيرة على اليوتيوب، ومحاضرات أكثر من كثيرة كمان بتشرح لك الموضوع بطريقة سلسة وسهلة. يعني هذا اللي فيني اقول لك، يا موضوع انه الماده كيف الماده تنشئ وعي. هذا موضوع كثير كبير، وكلمه الماده تنشئ وعي الموضوع ما صار ابدا بهي الطريقه البدائيه او هي الطريقه البسيطه انه ماده اصبحت وعي. اكيد ما صارت القصه هيك، ولا في حدا بيقول لك انه صارت القصه هيك، اي حدا يعني مختص بالبيولوجي. الموضوع اخذ مليارات، انتبه شو عم بقول، مليارات السنين من التطور، بدءا من بداية تشكل او تحول المادة الى الكروموزومات البدائية او جزيئات الدي ان اي البدائية، اللي هي ما كانت دي ان اي anyway بهداك الوقت، لا خلايا بكتيرية كتير بدائية
لا بكتيريا لا كذا لا كذا، وصولا بعدين لإشنيات لا زواحف، وانت ماشي اسماك بدائية بعدين زواحف وهكذا تطورها لليوم. هذا الكلام بلش كتير جديد بعد نشأة الأرض، يعني الأرض عمرها 4.5 مليار سنة هي وباقي المجموعة الشمسية. قبل 4.5 مليار سنة كانت المجموعة الشمسية بكواكبها كلياتها هن عبارة عن كتل منصهرة فقط. الشمس هي طبعا غاز، الأرض هي كتلة منصهرة هي والكواكب الأربعة الصغار، بعدين عندك الكواكب الغازية العملاقة. كانوا كتل منصهرة بالكامل، أخذت تقريبا مليار سنة من عملية البرود البطيئة تشكل فيها القمر خلال هي الفترة. بعدين لصار عندك ب3.5 مليار سنة قبل هلأ بدايات البكتيريا الأولى، أو بدايات الكائنات الحية الأولى البكتيرية المجهرية. هلأ من هذاك الوقت لقبل 200 ألف سنة من اليوم، هذا الكلام 3.5 مليار سنة إلا 200 ألف، عرفت؟ تاريخ الإنسان هو لا شيء على الإطلاق مقارنة بعمر الكرة الأرضية، لا شيء بعمر الكرة الأرضية. تاريخ البشرية كله، كل البشرية بدءا من الرجل الأول اللي بلش عنده بذور الوعي اللي أنت عم تسأل عنه اليوم، من هداك الرجل للحظة اللي أنا عم حاكيك فيها، مرورا بكل الآلهة اللي ولدت وكل الملوك والأباطرة والحكام وكذا، كل هي القصة هي عمرها لا شيء يذكر بعمر الكرة الأرضية الكلي. فالموضوع أبدا ما له كلمة إنه كانت مادة أصبحت وعي. أخذ هذا الكلام تقريبا معظم حياة الكرة الأرضية 3.5 مليار سنة، هذا ما له رقم سهل، وما فيك تتخيل قد إيه يعني رقم 3.5 مليار سنة. تفضل. طيب أصدقائي، أنا يعني وصلنا لنهاية حلقتنا. أنا بتمنى من الأصدقاء إذا في عندكم أي أسئلة كمان، يعني وأسف إذا ما قدرنا ناخذ كل الأسئلة، يعني ممكن تطرحوا الأسئلة تحت الفيديو، ونحن أكيد رح نعمل حلقات تانية بموضوع حوار مع ديفيد. يعني بصراحة أنا يعني متشجع إنه أعمله يعني حوار أسبوعي مع ديفيد بصراحة، يعني لنشوف كمية الأسئلة ونوعية الأسئلة اللي ممكن تطرحوا. وأنا بتمنى تطرحوا الأسئلة هي تحت الفيديو، وأكيد راح نجاوب عليها بحلقات جاية. ومثل ما قلت أخي ديفيد، أنا متشجع بصراحة نعمل يعني حوار أسبوعي، نجعله حوار أسبوعي. على كل أصدقائي، في بكرة لقاء مع نبينا سامي الذيب الساعة 5 بتوقيت لندن، والساعة 8 راح يكون لقاء مع الأخ أحمد حرقان حول موضوع الإرهابي الأحداث نيس، وممكن نناقشه. وأنا بتمنى أسئلتكم كمان موجودين الفيديو تحت بالقناة، يا ريت كمان تحطوا أسئلة تعليقات يلي بدكم إياها تحت الفيديو، ممكن نناقشها بالحلقة حلقات بكرة. أخي ديفيد، ممكن توجه أي كلمة أخيرة أنت إذا بهالحلقة هاي، خصوصا يعني مسألة الإرهاب. وبصراحة كان عندي يعني أسئلة تانية، وراح نعيفها لحلقات تانية. فكلمة أخيرة إذا بتقدر تحصرها بالإرهاب والتهديدات اللي نحن عم تجينا، يعني لأنه أجاني بهالسؤال، أجاني هالسؤال وأنا رايد أغطيه بهالحلقة. تفضل. كلمة أخيرة بس بقولها، بكرر بس رسالة اللي قالها الفيلسوف برتناند راسل وقت قالوا له تخيل إنه أنت عم يشوفوا هذا الفيديو اللي أنا أنت هلا عم تحكي معي فيه أحفادنا بعد 1000 سنة من هلا، شو بتوجه لهم رسالة؟ قال لهم بس بدي إياهم يفهموا إنه الحرب ما بتجيب إلا دمار، الكره ما بيجيب إلا كره، الحب هو الحل الوحيد لمشاكلنا لحنا كبشر، بس خلونا نحس انه لحنا اخوة بهي الكرة الارضية، عم نعيش حياة تافهة جدا كم سنة بس على الكرة الارضية، خلونا نعيشها كاخوة منحب بعضنا. صدقوني عبر التاريخ كله وعبر المستقبل كله، الكره ما بيجيب غير كره، والحرب ما بيجيب غير دمار، وبحياته الحرب والكره ما جابوا حب وسلام بعد منه. بس تصبحوا على خير. بكل تأكيد ديفيد، بكل تأكيد، وأنا أضم صوتي لصوتك وشجع الناس إنه يا جماعة، يعني هو بصراحة ديفيد
يعني المشكلة الإنسان المؤمن، يعني خصوصا المؤمن المسلم، يعني اخذ نصوص معبأ بنصوص الكراهية، فصعب جدا يفتح عينه ويلاقي يقدر يحب الناس ويقدر يفهم موضوع الحب هذا، موضوع الإنسانية، حتى يبحث بدينه. أنا أشجع كل أصدقائنا المسلمين، يا جماعة ابحثوا في دينكم، في كثير أشياء غلط ضميرك أنت ما بيتقبلها، يا ريت تبحث بدينك وتشوف مسألة القتل، مسألة الاعتداء على الطفولة، مسألة يعني كثير مسائل موجودة بالإسلام. يعني لو تحكم ضميرك بكل معنى الكلمة ستجد الحل وتجد الجواب، ومن هيك ممكن تنطلق للحب وتحب الناس وتحب الحياة يعني اللي موجودين فيها. مثل ما قال أخونا ديفيد، كم سنة وبدها تروح؟ يعني خلونا نعيش بكرامة واحترام، نحترم بعض ونحب بعض. طيب أخويا ديفيد، بشكرك كثير، أكيد لنا لقاء قريب، يعني أنا متأكد لقاء قريب راح ننسق له سوا ونشوف شو ممكن نغطي فيه. شكرا كثير لك أخي ديفيد. شكرا لك، شكرا، تصبحوا على خير. شكرا، تصبحوا على خير أصدقائي. إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء.